دي بعض الجهود اللي اتعملت وقتها، اتعملت من خلال التسع سنين اللي فاتوا، اعداد قائمه ب 100 اجراء تحفيزي للنهوض بالصناعه المصريه وجذب المستثمرين، تخريج 95,000 عامل او معمله مؤهله لاحتياجات القطاع الصناعي، اطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي، والنهارده كان احد العوامل الاساسيه اللي كان بيحتاجها المصنعين او الدعم الاساسي هو دعم الصادرات بالتنسيق مع وزاره الماليه، 56 مليار و7 من 10 مليار جنيه اتقدموا. حدثنا 4550 مواصفه تتواكب مع المواصفات العالميه، اشتركنا في عدد من المعارض الخارجيه علشان نروج للصناعه، شراكه اقتصاديه بين مصر والامارات والاردن والبحرين في مجال الصناعه، تحديث 122 معمل في المواني، 7 اتفاقيات تجارية والمنتج المحلي، تفعيل قانون المنتج المحلي. كمان الحكومة عملت إعفاء عن 65% أو التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية، إعفاء 19 قطاع صناعي لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية، وكمان الفايدة 11%. الاضافات الاجراءات الاضافيه لتحفيز الاستثمار الصناعي، نتكلم على الرخصه الذهبيه، 24 رخصه صدرت حتى الان وبيتم التوسع فيها.